محمد مجدي بيقول مساء الخير يا كابتن اسلام، انت كابتن وليد وكابتن سعد، كنت عايز اسال الكباتن هل كانت طريقه لعب فايلر الاحلى ولا موسيماني؟ مين كان اشوف سعد بيبص يشوف السؤال لو ها باصص لكابتن وليد صح؟ لا لا خلاص لا والله يا كابتن، هو كل واحد اقول لك قول رايك يعني. لا هو مش قول لك يا كابتن وليد الاول بعد النوم اقول انا اتفضل. هو كل واحد له اقول انا طيب له كل واحد له طريقه لعبه وله شخصيته وله شكل طبعا. بس للامانه برضو فايلر كان له دور مهم مع الفريق طبعا، وزرع حاجات كتير جوه الفريق مكمله لحد دلوقتي. زرع حاجات كتير في 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 طريقه لعب، في الاصرار دايما على المكسب، في النواحي التكتيكيه. لكن هو طريقته مختلفه عن طريقه لعب موسيماني، ده له طريقه وده له طريقه، ده له تكتيك معين وده له تكتيك معين. لكن هو الراجل طور في لعيبه كتير الفتره اللي كان بايدة. موجود فيه واشتغل مع لعيبه كتير بشكل كويس، وهو شخصيته مختلفه، هو كان صارم اكتر، بيحب الشغل. كنت هقول لك هو حتى كان معايا تريزيجيه قريب من حوالي شهر قبل ما يسافر يعني، فقال لي ان هو كان عنده مشكله كبيره جدا. لا هو تريزيجيه قصته تانية مع فايلر بره مش في مصر يعني كان موضوع مختلف. هو في بلجيك كان جاي على تريزيجيه جامد يعني، كان جاي على تريزيجيه في حاجات كتيره جدا، فقال لي ان شخصيته كانت صعبه جدا في التعامل. هل كنتوا بتشوفوا ده في النادي؟ هو كانت شخصيته قويه، شخصيته قويه جدا طبعا. وكان بالتدريب اللي بيشوف اللي بيتمرن هيلعب، اللي ما بيتمرنش مش هيلعب. هو كان دايما فكره اللعيبه كلها محدش عارف مين الاساس ومين الاحتياط، خلي بالك فعلا دي حقيقه. هو محسس الناس كلها ان محدش عندي له رصيد او حد هيبقى موجود او كده، محدش هيبقى اساسي. موسيماني مختلف عنه في النقطه دي، في التعامل اقرب شويه للعيبه، بيسمع اكتر للعيبه، فيه تفاصيل كتير ممكن يشرك فيها اللعيبه والله. وخصوصا اللعيبه كلها ولا الكباتن؟ التكتيك اللعيبه كلها، في تفاصيل معينه الكباتن بيتكلم معاهم، عايز يوصل رساله لحد، عايز يتكلم مع حد، لينا وجهه نظر في ماتشات معينه، في حاجه معينه بيسمعوا القرار في الاول وفي الاخر. دي هو طبعاً طبعاً. هو اللي لكن هو مميز في النقطه دي يعني، هو دايما بياخد قراراته، هو المدير الفني دايما بياخد قرار، ولكن بيسمع من وليد، بيسمع منك، بيسمع من كابتن سامي، بيسمع كابتن سيد. كابتن سامي ده طبيعي، ده كابتن سيد طبيعي برضه. لكن انا بتكلم على ان موسيماني ممكن يكون واخد واحد فيكم مثلا ياخده الماتش ده يقول له ممكن العب ازاي الماتش اللي جاي، ولا الكلام ده لا، ولا ايه؟ لا هو ممكن هو قراره في الاخر، هو قراره بس هو دايما يعني مثلا ممكن يقول لي سعد روح شوف وليد قول له واحد واثنين وثلاثة. اوكي انت فاهمني يا كابتن، هيتقبل التكتيك ده، هيتقبل اللعيبه مستوعبه ده. طب ده ذكي جدا، ولا هتاخد وقت. وفي حاجه كمان عملها كابتن للامانه يعني تحسب له، ان هو اول ما جه عايز يعرف شخصيات اللعيبه، كانت هتاخد منه وقت. تواصل مع فايلر وابتدى وابتدى يعرف شخصيات اللعيبه ويعرف يتعامل عليها. كلم فايلر يعني تليفونيا وعايز يبدا بقى، مش عايز لسه ابدا اعرف شخصيات اللعيبه. يعني وليد بيعمل كذا، سعد كذا، الراجل عايز يجي يشتغل، مش عايز ضيع وقت ان انا لسه عايز اتعرف على اللعيبه واعرف شخصيات اللعيبه. لا هو تواصل مع الراجل، وهو قال لنا كده في المحاضره، انا تواصلت معاه وابتدى يشتغل بقى، خلاص عرفت شخصيه وليد وشخصيه سعد وشخصيه الناس دي وابتدى يشتغل. يعني دي حاجه برضه زي ما وليد بيقول لك تكمله للكلام، اول محاضره وليد لو تفتكر كان حافظ معظم اسامي اللعيبه بالظبط. يعني جه الزكريني اليوم الاولاني اللي جه قال لك انا مش هتمرن عشان جاي من سفر بعيد، وبعد كده قال لا انا هنزل التمرين. يا هاني يا وليد وفلان وفلان، يعني عارف الاسامي كلها واتفرج على ماتشات وبالارقام، فهو كان جاي محدد هدفه. وللامانه من اول يوم جه فيه، للامانه برضو يعني كل واحد ياخد حقه، هو قال احنا هنكسب بطوله افريقيا قبل ماتش الوداد. قال انا عارف البطوله هنجيبها ازاي، وانتوا عندكم هنا الحاجات اللي انا محتاجها. يعني عندكم هنا الـ الروح والحماس والحاجات اللي انا محتاجها اللي تكسبني بطوله افريقيا، اللي مش موجوده في حته ثانيه. فهو جه اشتغل على ده مع اللعيبه، وهو ميزته ان هو كل فتره ليها تكتيك معين، ليها شغل معين. هو بيتفرج كتير قوي قوي، يعني بيتفرج على ماتشات كتير جدا، وبيعصر كل فرقه يطلع نقطه القوه والضعف ويبتدي يشتغل على ده. زاد طبعا للامانه برضو الواحد يا كابتن اسلام عايز يشيب بدور اللعيبه. الفتره اللي فاتت دي لعيبه رجاله لاقصى درجه، لعيبه اجتهدت موتت نفسها، ماتشات اللي بره، ماتشات اللي جوه. فمن خلالك والكابتن وليد ان اللعيبه كان ليها دور كبير جدا طبعا، لان يعني تعبوا واخلصوا واجتهدوا وربنا كرمنا. وخصوصا برضو احنا ما اتكلمناش على الشناوي، الشناوي كان له دور كبير جدا. يعني في برضو ناس موجوده زي السليه، زي علي معلول، زي مروان، دول برضو بقالهم 5 6 سنين في النادي. محمد هاني، ايمن ورامي، محمد هاني، رامي ربيعه، ايمن اشرف، الناس دي برضو بقالها فترات كبيره في النادي، كان لهم دور كبير.